سيخرجون من سجنهم بشر عظيم لكن الله يهلكهم. من هم يأجوج ومأجوج؟ وكيف هو شكلهم؟ ومتى سيخرجون؟ هذا الفيديو سيجيب عن كل تساؤلاتكم. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. يأجوج ومأجوج هم قوم ورد ذكرهم في المصادر الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية، يتكنفهم الغموض وتتباين الروايات عنهم، وبعضها أقرب إلى الأساطير، لكن ثمة إجماع على أنهم كثيروا العدد جدا مثل رمل البحر. وهم أهل شر وفساد وقوة وعدوان، لا يصدهم شيء عن ظلم من حولهم لبطشهم وجبروتهم. كانوا موجودين واختفوا بعد أن بني بينهم وبين جيرانهم سد يمنعهم من الخروج إليهم، وقيل لا بل هم تحت ذلك الردم أو السد، وأنهم سوف يظهرون ثانية في آخر الزمان ويعيثون في الأرض فسادا، إلا أنهم يقتلون جميعا في مقتلة عظيمة، ويكون ذلك من أشراط الساعة أي من علامات نهاية العالم. الروايات متعددة، لكن هناك بعض الإضاءة عليهم مستقاة من المصادر الدينية والروايات المتعارضة. نشير أولا إلى أن مأجوج هو اسم ثاني أولاد يافث بن نوح، ولعل القوم كانوا من نسله، ويقصد بهم في التوراة قبائل الكيثين المتوحشة الذين كانوا يأتون من الشمال بقوتهم العظيمة فرسان ومشاة متسلحين بالقسي. ويرد الاسم على ثلاثة أوجه في المصادر المذكورة، ففي العهد القديم أو التوراة يسمون جوج ومأجوج، أما في العهد الجديد يأجوج ومأجوج، في حين أنهم في القرآن الكريم يأجوج ومأجوج بالهمزة. أوصاف أمتي يأجوج ومأجوج. ورد العديد من القصص والأخبار حول وصف قوم يأجوج ومأجوج من حيث القامة والهيئة والعرض، فمنهم طوال القامة كالنخلة، ومنهم من هو قصير للغاية، ويذكر أن منهم ناس يفترشون أذنه ويتغطى بالأذن الأخرى، لكن في هذه الصفات بلا دليل لا نعلم لها سند، إنما هو رجم بالغيب. وما صح أنهم من بنو آدم على هيئتهم وصفاتهم، وهم يشبهون الماغول والترك كما ذكره النبي في خطبتهم، وهم صغار العيون عراض الجبهة وشعورهم سوداء مائلة للحمرة ووجوههم عريضة كالمجان المطرقة تشبه التروس. ذلف الأنوف، أنوفهم صغيرة كالأرنبة، قامتهم قصيرة أشداء مفسدون في الأرض ويتميزون بالطبيعة الهمجية. وقد ورد في المصادر الإسلامية أن يأجوج ومأجوج قوم عراض الوجوه صغار العيون صهب الشفاف، أي أن لون شعرهم أسود فيه حمرة كأن وجوههم المجان المطرقة، أي كأنها تروس لبسطها وتدويرها وغلطها، وعددهم كبير جدا، ومن كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراعا. لكن المكان الذي يوجد فيه يأجوج ومأجوج يتكنفه الغموض، ولا دليل على المكان الذي قيل إنهم محتجزون فيه، إلا أن بعض المصادر الإسلامية يرجح أن يكون فيما وراء الصين، ويذكر بعضهم أنهم في جبال القوقاز قرب أذربيجان وأرمينيا. كما تذهب بعض المصادر غير الإسلامية إلى أن السدين اللذين سنأتي على ذكرهما هما بحر قزوين وبحر الأسود، ومنطقة ما بين السدين هي الحدود الفاصلة بين ما يعرف حاليا باسم أوستينيا الجنوبية تابعة لجورجيا وأوستينيا الشمالية تابعة لروسيا، حيث يفصل بينهما مضيق جبلي يعرف حاليا باسم مضيق داريال. ومأجوج ويأجوج كانوا جنوبه. يأتي في القرآن الكريم أن ذو القرنين يفصل بينهم وبين جيرانهم بسد عظيم يرد في سورة الكهف الآيات من 93 إلى 99، أن الملك الصالح ذا القرنين يصل في مسيره مكان يحدث فيه ما يأتي. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
صدق الله العظيم. هذه الآيات تدل على أن قوم يأجوج ومأجوج كانوا في قديم الزمان أهل فساد وشر وقوة لا شيء يردهم عن العدوان على جيرانه. وحين قدم الملك الصالح ذو القرنين وسألوه أن يبني بينه وبين هؤلاء الأشرار سدا يحميهم منهم، فطلب منه أن يمدوه بالعمال وبقطع الحديد، وأقام ردما عظيما وصب عليه النحاس المذاب، فلم يستطع يأجوج ومأجوج النفاذ منه، وسيبقون هكذا إلى وقت قيام الساعة. في آخر الزمان يخرجون من محبسهم، ويكون منذ ذلك مع خروج المسيح الدجال كما تذكر المصادر الإسلامية. ثم يأتي نبي الله عيسى فيقضي على الدجال، ويرسل الله تعالى على يأجوج ومأجوج مرضا يفتك بهم، وتنتن الأرض من جيفهم، فيرسل عليهم طيور ضخمة تنقلهم وتلقيهم حيث شاء الله. نسب أمتي يأجوج ومأجوج، إنهم من نسل آدم جميعا. الدليل على ذلك من خلال ما ورد في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيرد: لبيك وسعديك والخبر في يديك. فيقول الله تعالى: قم فاخرج بعث النار من ذريتك. فيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله تعالى: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينها يشيب الصغير، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال: فكان ذلك شديدا عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أين هذا الواحد؟ قال رسول الله: أبشروا، فإن منكم واحد من قوم يأجوج ومأجوج ألفا. وفي رواية أخرى: أبشروا، فإن فيكم 200 ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، أي تفوقت عليه لكثرة عددهم. وتحديدا: فإن أمتي يأجوج ومأجوج هم من ذرية نوح عليه السلام، استجابة لدعائه على قومه وهلاكهم جميعا، كما ورد في الذكر الحكيم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. من سياق الآية يتضح أنه كل بشر على الأرض هلك إلا من آمن مع نوح عليه السلام وركب السفينة. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وفي آية أخرى: وجعلنا ذريته هم الباقين، أي أنه كل البشر بعد الطوفان هم من ذرية نوح عليه السلام. وهذه الآيات تقضي على زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم واختلطت نطفته بالتراب، وأنهم ليسوا من حواء، وهذا كلام باطل وفقا لما ورد في الآيات السابقة. خلاصة القول أن أمتي يأجوج ومأجوج من ذرية يافث بن نوح عليه السلام، وهو أبو الترك والسقالبة أيضا، أو أرض لم يصل إليه المستكشفين. خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. ذكر في القرآن الكريم قصة يأجوج ومأجوج مرتين، في سورة الأنبياء مرة وفي سورة الكهف مرة مع ذي القرنين، إذ استطاع عزل شرهم عن الناس ببناء سد عظيم بين جبلين، كان السد من النحاس والحديد، لذا لم يستطع أولئك القوم من هدم السد أو حتى نقبه. جعله الله من العلامات الكبرى ليوم القيامة. وقت ظهورهم سيقومون بإفساد الأرض والقضاء على كل ما يواجههم من بشر وحجر وحيوان ونبات. وقتها تشخص الأبصار الذين كفروا ويقولوا: يا ويلتنا، لقد كنا في غفلة من هذا. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يقول أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى يرون شعاع الشمس، فيقول الذين معه: أرجعوا سنكمله غدا. فيرجعون فيجدوه أشد من ذي قبل، حتى يأتي الوعد فيقول الذي عليهم: ارجعوا غدا نكمله إن شاء الله. فيرجعوا فيجدوه مثل ما تركوه، فيفتح يأجوج ومأجوج ويخرجون كما قال الله: من كل حدب ينسلون. فيفشون الأرض، فيوحي الله إلى عيسى عليه السلام أن يتحصنوا في المدن، فلا طاقة للناس بيأجوج ومأجوج. وما كان من المسلمين غير التحصن في حصونهم ضامنين إليهم ووشيهم وأمتعتهم وما كان من المسلمين غير التحصن في حصونهم ضامين إليهم مواشيهم وأمتعتهم. فما يمر قوم يأجوج ومأجوج على ماء إلا شربوه، فيشربون مياه الأرض، فيترك الأنهار يابسة. فلم يبقى أحد وقتها إلا دخل حصن وتحصن فيه، فحينما يفزع قوم يأجوج ومأجوج من إفساد الأرض، يقول أحدهم: فزعنا من أهل الأرض فبقي أهل السماء.
فيهز حربته ويرمي بها إلى السماء فتعود إليه مخصوبة بالدماء فتنة لهم. فبينما هم على تلك الحال يبعث الله عليهم دودا في أعناقهم كالنغف، فيصبحون موتى لا يبقى منهم أحد فلا يسمع لهم صوت.